استنادا لتوجيهات معالي وزير الموارد المائيه الاستاذ عون دياب المحترم خلال الاجتماع مع مجموعه من المزارعين والمسؤولين في محافظه بيقار، تم بشكل عاجل ومستعجل توجيه اليات لتطهير نهر السابله باستخدام 14 اليه مكونه من 12 حفاره ذراع طويل مع بلدوزر وشفط، اضافه الى كل الاليات السانده لانجاز التطهير باسرع وقت ممكن وتامين مياه الشرب الى بنائب القرى والعشائر الموجوده على المشروع وتلبيه لكل متطلبات. عانينا ما عانينا في هذه المناطق منذ سنين، هذا المشروع البطن، المشروع السابله الصينيه الكبيره، يعني هاجرت هذه الناس، لا بقت مواشي ولا حتى يعني ناس، اكو ناس ساكنه بيوت طين. فاحنا اليوم نتحمد الله ونشكره على استجابه السيد الوزير المحترم السريعه، تم الاخوه من اهالي هذه المناطق المنكوبه بلقاء السيد الوزير، والحمد لله والشكر، وان شاء الله الجهد اليوم قاعد اليوم الثاني مستمر بالعمل، ونشكر معالي الوزير والمسؤولين وكل مسؤول بالدوله شاركنا بهمنا وشاركنا بهمومنا. احنا بالنسبه لمشروع النواصريه، هذا النواصريه يعني النواصريه من 2003 لحد الان تراب، بيوتنا تراب، ما عندنا، حلالنا موت، كل شيء ما ضل عندنا، كل اي شيء ما لنا، بس انت ريا الله موارد المائيه الوزير ان يوصلنا هذا الماء للنواصريه. شكرا للسيد معالي وزير الموارد المائيه لاستجابته السريعه لنداء اهالي السابله الكبيره، وهذا الجهد الوطني الذي ينجز عملا رائعا من اجل خدمه هذه الشريحه التي تعرضت لظلم كبير. وشكرا للساده المدراء العامين.